بتكلم صيني يا جدعان، بس مش عارف اقولها ازاي، بس المرة الجاية هبعرف ان شاء الله. فاحنا بنلعب اللعبة دي، يلا ايه ده؟ مش كان الراجل هنا اللي مش ترابيزة الزومبي اخده واكله؟ اخده عند بيته واكله. اكله في يا جبل يا بابا، ولا بيطلعني بره البيت؟ والله العظيم ايه، لازم الاقي حاجه. واحد اتنين، اوكي هنشوف ايه ده. مش هقدر، بس ايه الهبل ده؟ ده محتاج موارد جديدة عشان اقدر اطوره للماكس. دي لغاية الحجر ده، بس اقدر اكسر حجر بس. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. اقدر اخزن اللحوم هنا؟ لا. اشوف الشنطة ايه ده. ايه ده؟ انا بس طمع الساعة. انا متكتك تكتك. بصوا داخل بقلبي ولا يهمني ولا يهمني، ادم لا يقهر. يلا ناخد الموارد، ناخد الحاجة. خلينا نحط الخشب دوت. حلو، مع 7 جولد اقدر اعمل بيهم حاجه. هنشوف كده كرافتينج. هنشوف، لا مش اي حاجه اعملها بالجولد. يا خساره، بس حلو حوار الكلب ده، يقعد يحميني ولا يهمه. بس عندي كلب صغير، بس اسمعني فين ده؟ او كلب اهو. يا خلاسي سنة، باشا فين ايدو يا خلوسي؟ عما يكبر هبقى اسميه بوكسية. سميه بوكسية، انت بتهزر يا جدع. ولا ولاد اي زومبي هيقعدوا على حجري. بس الدرون يا لهو لسه واحد. ايه ايه درون، انت مالك؟ تعالى مسلحك، تعالى مسلحك. ايوه صلحتك. هنشوف كده يا جدعان، نشوف المات. يا لهوي، انا لازم اسافر مكان تاني ده، لو كده هموت. اجري اجري.
مع السلامة كلبو. يا لهو سلام، ما عنديش اكل ليك، الاكل دوت ليا، اكلت كل الاكل يا خراش. ايوه عندي لحمة غزال. اكل غزال. يا لهوي عظيم، هي معايا شوية حاجات حلوة. بفكر استقر هنا، مكان حلو وجميل بس مش قوي يعني، بس حلو اللي الزومبي بيدوني موارد، بيدوني حبلة واللي انا عاوزه وكل حاجة. والله المكان ده حلو، ايه رأيكم يا جدعان استقري فيه ولا البيت تاني؟ ولا اقول لكم انا استقر هنا عشان الاسكيلتون دوت ممكن يجي زومبي كتير. جمع المكان حلو وجميل قوي، عجبني بصراحة. انا عاوز انضف المكان بس عشان اقدر ابني. هنشوف. اوه في دوت واكل وحركات، يا سلام جميل قوي. جمع يا عم جمع. سلام زي ما انت عاوز. ايه ده مفيش غير 2 زومبي بس؟ يبي واو الله الله. خلينا نشوف الشنطة. قلت لكم عيب. كل يلا من كل ده كان نشوف. اوه 66 و65 55. ده انا محتاج اكل كتير. لا 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 ابو كلابوز. ابو كلابوز يلا والله قوية جدا. لا 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 بص دوت. لا وحتى صوت يلسي باباهم ده، صوت رجله عامل زي الطور. كملي استوى شوي. لا 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 زومبي زومبيات هنا كمان. لا اتحشرت اسوأ حشرة. كنا نفسكي عيب عليك يا القرف ده. والله يا لهوي 44. قول يلا يخرب بيتك 44. ايه ده احنا مفتريين. يختري ثواني. احتاج بنزين طبعا عشان احتاج. اوه اخيرا جبت الموارد اللي هتفيدني اخيرا. هذه الموارد شوية جنيه الحبيبة وموارد اتملت. يا لهو على الكمية. الزومبي واكلين المب بأكملها. اوه زيت. يا لهو انا لسه 86. اوه بطريات حلو.
اقدر اشغل راديو او حاجة. الصداد بيرعب. شيل شيل حتى البطاريات. حلو، اقدر اشغل راديو او حاجة. حلو، كل لحم ذئب نية. خد خد. بيقول لي شنطة بتاعلك، شنطة بتاعتك فول. بذور، اعمل ايه بالبذور دي؟ وان عملت مزرعة عشان اخد بذور. خد 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 يا عم انت مالك؟ شفتوا الشرطة عامل ازاي؟ يا نهار ابيض، ده كان كلبوز وهو كان حي واكلوه. ما قدرش يهرب بالكرش. يا نهار ابيض، ده يا بلوك. في اكل بس عن زومبي. اعمل ايه انا دلوقتي؟ واو يا سلام، لوم ايه المهارات دي كلها؟ يا له يخرب عقله يا خروش، ما حاجات تحفه. هي يا جدع انت، يا له انت قوي جدا، اقوى واحد في العالم. كل 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 هلسي فول دلوقتي. ايه ده؟ وانا بترسبين ولا ايه؟ والله حاسس اللي هما سامعين الصوت ده. صوت زومبي. والله عنده جلد. عامل ايه بالجلد انا؟ واو، دول حتى في اعداء. استنوا، ده احنا 100 واحد في السيرفر. ولا اسمه ولا احنا شايفين عامل ازاي؟ استنوا، انا عارف فقاقيع دي، عارفينها منين؟ من السكيلتون ده. ومعايا موارد زي العسل. اوه هلسي فول. فول ايه؟ مقولش نصلح حاجات خفيفة، نصلح بغرارين واطور واجيب الكلب. ايه ده؟ مكان جديد؟ ايه لو ده في اخر الدنيا ليه؟ وش؟ ده محتاج الموتوسيكل تقريبا. في زي مخيم. ماما افتكرت ينفع. في دقايق كمان. يا لهوي، ده وصل اخر حبة وهيوصل المكان. يلا، لا انا ما بحبش كده. ما بحبش كده. هو ده المكان الكلبوز اللي مات فيه. شايفين ايه ده؟ مين ده؟ وتقول اللي ولفرين سيطر على الدنيا. اهو شايفين دوت هو الفيروس ده، بيقول مكان الفيروس. عشان دوت الفيروس كورونا. في علماء كتير كانوا موجودين هنا
وتحولوا. شكل حادثة حصلت، الزومبيات مجانين. شايفين السكيلتون الأحمر ده؟ عارفين يعني ايه؟ يعني ايه اللون ده؟ لون سبسكرايب. يلا يا جدعان اشتركوا في القناة، دوسوا على الزر الأحمر زي اللون الأحمر اللي على السكيلتون ده، وحاولوا الرول الرصاصي شبه شكل راس السكيلتون قبل ما تحول سكيلتون. والله عيط لو اتحول. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ يا تي في؟ ده عاوز المحطمة دي، المحطمة للزومبي. شايفين عاملة ازاي؟ دي ولا كأنها دبابة. ده عاوزها عشان اقدر اروح المكان ده. يبقى اكيد دي في حادثة كتير حصلت في المكان ده. خرس سدل، انت شايفني حصان يعني؟ وده انا اتمنى انكم تساعدوني في التعبئات. ايه ده؟ مش عارف، محتوى على شوية بنزين وحاجات. بس يا جدعان انا محتاج البنزين دوت عشان اقدر املأ الموتوسيكل، عشان مش هقدر اشتغل غير بالموتوسيكل، قصدي بالبنز. الله يرحمك. وصل يا جدعان، بيقول له ده البيت بتاعك، هيبقى دوت البيت بتاعك ودوت هيبقى مكان تاني. كل الأماكن مكتوب عليها تحذير تحذير تحذير، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. بس يا جدعان شايفين البلوط الأحمر ده؟ هما دوت في بنت كبيرة، هي زعيمة زومبي، افتكرت زعيم زي الفورتنايت. البلوط دوت بيطلع منه زومبيات، بيطلع منه زومبيات كتير، عشان كده بيوصلهم للعالم. ممكن تاخد بالي. والله جدعان خايف على البيت، هيجوكم كمية محترمة. هنشوف بعد ما نوصل ايه اللي هيحصل بقى. وان اتش يعني ايه ده؟ ده نص. يا لهوي، ده حد كان واخد وقت طويل عشان يجي. يا نهاري، نص 59 ثانية. هتعمل ايه يا بلا دميم؟ وشايفين الزومبيات عملوا محادثة في العربية. شايفين يا لهوي، دول مدرعات يا ولادي. الايه يا لهوي، ده حادثات كتير. ده انا حاسس ان هم اكلوا من الناس كلها. ايه ده؟ في رمل وبتاع. ايه البتاع دي؟ ايه ده؟ عني ايه الحاجات الغريبه اللي انا بشوفها دي؟ اكتبوا لي في التعليقات والنبي. وايه البتاع الغريب الملون بالبنفسجي والرمل والحاجات الغريبه دي؟ واحنا في ماينكرافت ولا ايه؟ وش تقول لي مكان طوارئ؟ يبقى كده مية مية، يبقى المكان ده مية مية، يبقى كده اتبسط من المكان ده. وشايفين الزومبي؟
لحد يا لهوي ايه ده؟ ايه ده 58 بس الوقت بيعدي. طب خلينا نهدى شوية يا جدعان. تقريبا السكيلتون دوت يعني زعيمة ممكن يروح. مرحتش من زمان البلوط ده والله. انا رحت هما الفكرة يا جدعان. يلا خير خير يا خير يا خير. هنشوف تاك هات ايه ده. هنشوف ايه ده يا لهوي. بس حلو البدلة دي تحمينا من الفيروس. هنشوف احنا محتاجين ايه عشان نقدر نروح. والله ولا حتى بس في جبال وحاجات. شوف يبقى اكيد نيزك يبقى اكيد نيزك هو اللي انتشر الفيروس. وشوف شوف الحاجات متفيروسه ازاي. عارفه عن ايه ده يا جدعان؟ لو انتم لعبتم اللعبه دي تعرفوني عليها. This سني سنو This area is your by foot you need a boat. ده بيقول ان انت محتاج بوت. ايه يا ابو بوت؟ المركب اهو. هنشوف ده. انا مش رايح عشان كده هيحصل مشكلة كبيرة. هو طول اللي هو اللي هما يكسروا والله. حتى ده انا سبير. هنشوف الشنطة. ده بيت رايحة فيه. انا اجرب كده. ده والله غريب. امسك هنا وامسك هنا. 15 17 30 والله الضربة بتاعتها 30. هنجربها بعد ما يوصلهم. هنشوف بس يا رب ما يكسروا بالبيت. انا لسه عامل تأمينات. اوعى تقولي اللي هما يكسروا بجد. بس جايب موارد ولسه عامل.
ايه ده جدعان؟ بقول لكم ايه، انا هروح واللي يحصل يحصل. يلا مش هقدر اروح ليه. ايوه روح واللي يحصل يحصل. طب ايه سيرفايفور؟ بس كده كده. يا ساتر يا ساتر يا ساتر واستر. بسم الله الرحمن الرحيم. حصلش حاجة. طب خلينا نمشي. خشب شاومي وريني. انا مش بقى هنا. ايوه ونشوف بقى. بس عارفين لو هو بعيد قوي حاجه زي الفل. كده وصل. هارت زومبي. هارت زومبيز فروم از ان ريستد فروست كان بريك داون يور هاوس. يا لهوي. You need to you grab his walls and set up traps to protect your safety from his enemies. يا لهوي. يا جدعان انا مش هلعب لعبتي تاني. انا امسح. شفتم قال لي ايه؟ كان بريك داون يور هاوس يعني هيدمرلك البيت. والله لا. والله العظيم لو لقيتهم دمروه هبني شمع خشب كتير. ليقولي الغير اللي انت جمعتها في الريسيستات هتتدمر. فدوت هو اللي انا خايف عليه. بس انا خايف لياكله الكلب عشان انا لسه جايبه وهربيه. حتى لسه بقول يا ابو سهل تقوم جايين يا سفله. والله يا جدعان مش بحب كده. فكل سنة وانتم طيبين رمضان كريم. يلا انتم عايزين حاجة؟ يلا سلام.